السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير، حيا الله الجميع. اليوم هذا الفيديو هو سؤال وجواب، لكن نتمنى منكم الاشتراك وتفعيل الجرس ووضع لايك. أول سؤال يقول: لاحظت أن الفلفل الرومي أحجامه صغيرة عندك، وش السبب؟ طبعا معروف الرومي إذا ما سويت له عملية تربية راح يطلع عندك بتفرعات كثيرة، يعني زي هذا، شوفوا الآن تفرعات، هذا فرع وذا فرع وذا فرع وذا فرع وذا فرع، فتفرعات. فيجب عليك انه اول شيء من البدايه انه الساق الرئيسي تطلع منه فرعين، والفرع الجهاز اللي الثاني يطلع منه فرعين، والفرع الاول طلع منه فرعين، وكل فرع جديد طلع منه فرعين، اساس انه يعطيك الانتاجيه احجام الكبيره. اما اذا تركته هو يمشي على نفسه بدون اي تقليم، بدون اي تربيه، راح يظهر عندك بأحجام تكون صغيرة، هذا أمر طبيعي. ومن هو اللي يحتاج إلى الأحجام الكبيرة؟ هم المحلات التجارية والمزارع التجارية، فلذلك دائما يقلمون. أما نحن الهواة فدائما نربي النبات في بداية عمر النبات، وبعدين نتركه يعني يزهر ويتفرع كما يشاء. شوفوا الآن هذه كم، اللي يشوفها يقول هذه تقريبا أكثر من 12 شتلة، وهي شتلة تقريبا 5 أو 6 شتلات، متركينها على هي على ما هي عليه، يعني تطلع اللهم بس ان لو وصلت القمه او وصلت السقف نقصها فقط. اما التفريعات كثيره جدا جدا، والازهار ونسبه التزهير كثير عاليه. شوف الان، شوف هذا النبات، يعني هذا الانتاج كان قبل سنه، كان الانتاج هنا، الان الانتاج في اعلى المحميه، في اعلى النبات، الحين تركناه وحنا وبدا يفرع مع كل جانب، فلذلك من الطبيعي ان يكون الثمار تكون صغيرة. أما إذا حبيت أنها تكون ثمار كبيرة لازم تسوي عملية تربية للنبات على أساس يعطيك أكبر حجم عنده. السؤال اللي بعده يقول: كيف هو استخدامك للمبيدات؟ طبعا أكيد اللي سأل السؤال هذا غير متابع جيد لي، لو كان متابع جيد لي لأعرف الإجابة. طبعا دائما أنا أقول الرش الحشري كل 15 يوم 20 يوم نرش المحمية كاملة في أي مبيد عندك، بس أهم شيء الأهم أنه يكون مبيد عضوي أو يكون كيميائي، بس يكون فترة التحريم من 3 أيام وأقل، يوم 3 أيام تقريبا. أما إذا كان رش، أما إذا كان عندك إصابة، يجب عليك أنك ترش 3 مرات، 3 رشات، كل رشة ما بين الرشة الثانية هي فترة التحريم. يعني إذا كان المبيد اللي عندي فترة تحريمه مثلا 3 أيام، خلاص بعد ما تنتهي 3 أيام تشيل الثمار الموجودة عندك ثم ترش إذا كان عندك إصابة. أما إذا كان ما عندك إصابة كل 15 يوم 20 يوم ترش مبيد حشري، أما الفطري كل 25. أما إذا كان عندك إصابة فطرية يعني يفترض أنه يكون كل أسبوع تقريبا أو كل 5 أيام ترش مبيد فطري على نفس الإصابة، أو نفس تأخذ مبيد يعالج نفس الإصابة اللي عندك، وكل لكل مرض له مبيد. وفي أحيانا يصير فيه مبيد مشترك يعالج أكثر من 4-5 آفات، فلذلك يجب الحرص على عدم ترك النبات بدون رش حشري أو فطري، لأنه ما راح يستمر معك إذا ما حافظت على النبات. السؤال اللي بعد يقول لك، سؤاله يقول لك: الكمكوات والليمكوات لونهم برتقالي وأصفر، ليش ما يصير عندك هذا الشيء؟ يعني قصده أنه الليمكوات ما زال أخضر. طبعا حنا من حبنا الليمكوات ما نخليها، على طول ناكلها ناكلها، والليمكوات تاكله بقشوره، الليمكوات تاكله بقشوره، يعني ما تنزع القشر، تاكله بقشوره على طول مباشره هذا الليمكوات. اما الكيمكوات، هذه الكيمكوات لا، ما ناكلها الا صفراء، الان بانتظار تلونها، اذا تلونت ان شاء الله اكلناها. السؤال اللي بعده يقولك: اقترح عليك ابو زايد فحص الثمار في مختبر عندكم في سوق الخضار ونشر النتائج ليطمئن الجميع. اول حاجه كثير من الشباب فحصوا المنتجات الزراعه المائيه، طبعا اكثر من شخص، تقريبا 4 إلى 5 إلى 6 اشخاص فحصوا المنتجات الزراعه المائيه كلها،
وطبعا إذا كان المسموح لهذه الثمرة 400 نترا تجدها في الفحص 200، هذا في خلطة يارا. خلطة يارا معروف بارتفاع نسبة النترات فيها. أما المحاليل اللي عندي الآن اللي نستخدمها الجديدة هذه الخاصة فيني أنا أقل نترات من خلطة يارا، فلذلك اطمئن أن النباتات سليمة 100%. ويعني كثير من الشباب اللي حريص جدا فحصها ونزلها ونزل النتائج على الجروب، وكثير من الشباب شاف هذا الفحص، يعني كثير من الشباب سووها، فلذلك اطمئن قلبك. أما بالنسبة للمبيدات، المبيدات حنا طبعا لو تناظر التجاري، الشغل التجاري اللي ينزل للسوق ثم حنا نشتريه، هذا تقريبا بالأسبوع يرشون من مرة إلى مرتين مبيدات، ومع ذلك ينزلون لها السوق ونشتريها وناكلها. حنا في الزراعات اللي هو المنازل والهوات، يعني كل 20 يوم 25 يوم نرش رشة وفترة تحريم ويوم واحد أو عضوي بدون فترة تحريم، والأغلب يكون 3 أيام. فالحمد لله حنا أكثر أمان وأقل مبيدات من الأسواق الخارجية. السؤال اللي بعده يقول ما هو نوع الكوسة والطماط والشيري عندك؟ طبعا الكوسة هذه الكوسة واللي وراها هذه بذورها لها 5 سنوات أو 6 سنوات عندي. هذه الكوسة الدائرية من عبد الرحمن الضمان هدية وعنده متجر للبذور. هذه الصفرة، الكوسة الصفرة، وهذه سلين، هذه سلين بذورها عند حامد عنزي. هذه سلين بذورها عند حامد عنزي. وهذا النبات الآن عمره تقريبا ما يقارب سنة الآن. هذه هي الكوسة والخيار. هذا الخيار هذا تقريبا هذا جديد، الخيار هذا كله 8 شهور 7 شهور 6 شهور هذا، لكن هذا من السنة، هذا شوه الآن بدأ يصفر، هذا له سنة تقريبا، هذا بذوره موجود عندي شريهان من السوق لكن والله ما أعرف اسمها. السؤال اللي بعده، لا هذا نفسه باقي الكوسة. الطماط أنواع، هذا الكبير الحجم الكبير هذا، هذا GF15، هذول والله ما أعرف وش أسميهم، شيري، في شيري وما شيري، هنا شيري سويت شار سويت سويت أظنه سويت أو كذا من هالقبيل. السؤال اللي بعده يقول لك، طبعا هذا تكمل السؤال اللي قبل، يقول هل تسميد الهمي 1200 BBM أو كل نوع مختلف؟ طبعا خل اشرح لكم البي بي امات لجميع النباتات. اول شيء الورقيات والخس من 600 إلى 800، الفراوله من 600 إلى 700، الطماط من 1300 إلى 1500، بقيه النباتات كل اللي داخل المحميه من 1000 إلى 1200، يعني لازم تكون في هذه المرحله او في هذا الرينج. بالنسبة للتوت، التوت هو المشكلة ما بين كل هذه الخضار، هي لا تتحمل أكثر من 1000، فيسبب عندك احتراقات، فلذلك يجب أن تكون النظام اللي فيه التوت يكون لا يتعدى 1000 BBM. جميع النباتات متى بأي رقم تجود النباتات؟ النباتات كلها تجود من 900 إلى 1100 1200. إذا كان الرقم هذا دائما تجود كل النباتات، لكن كل ما ترتفع كل ما يتوقف نمو واحتراق النباتات التي لا تتحمل أملاح 1200 1100، مثل الفاصوليا، مثل اللوبا، مثل التوت، هذول كل ما ارتفعت نسبة الأملاح توقف النمو، توقف النمو كاملا ويبدأ الاحتراق عليه. فيتوقع كثير من الناس أنه المشكلة في الري أو ما القبيل، لا، هو ارتفاع نسبة الأملاح وقف النمو. السؤال اللي بعده، ما هو أسباب ذبول زهرة الطماط؟ معروفة زهرة الطماط تذبل وتسقط، ما تدري وش السالفة ولا تدري وش العلم فيها. هو بشهر 7 اللي هو 7 ميلادي ارتفاع نسبة درجة الحرارة العالية جدا، فتخسر يعني الكلستر، أحيانا تخسر كله، أحيانا تخسر 4 من عرض 6 زهور. فلذلك كثير من المزارعين في الزراعات التربة في شهر 7 يدرون أنه خلاص الطماط لا يتحمل هذا الحرارة، فيتوقفون في شهر 7 يزلون جميع النباتات ثم يحرثون الأرض ويعقمونها
ويغطونها ببلاستيك ويشغلون الماء لفترة طويلة، يخلونها تقريبا 20 يوم 15 يوم شهر مغطاة ببلاستيك، يعني التربة اللي في الأرض يغطونها تغطية كاملة، والنقطات تحت بلاستيك يشغلونها الفترة هذه كل أسبوع 5 أيام يشغلونها شوي، حتى أنه إذا كان فيه نيماتودا أو فيها أي أمراض داخل التربة راح يحتلق من أسباب ارتفاع درجة الحرارة تحت بلاستيك. فهذا لهم. بعدين يجي شهر نهاية شهر 7 يبدأ يضعون البذور داخل الصياني. شهر 8 تقريبا يأخذ آخر شهر 7 إلى شهر 8 ثم يبدأ يزرعون شتلاتهم. الآن تقريبا بعضهم لأسبوع وبعضهم لأسبوعين من تاريخ اليوم هذا. شوف الآن هذه أنا زرعتهم، هذه بذور الطماطم خليتهم في صينية واحدة. إن شاء الله هذول راح أزيلهم وراح أدخل هذه داخل النظام الجديد إن شاء الله بإذن الله بفترة القادمة. وطريقة زراعة اللي هو الشتلات موجود على قناتي، ممكن تدخل عليها وتعرف كيف طريقة ريهم وطريقة الزراعة فيهم. السؤال اللي بعده طبعا يقول لك، لا السؤال نفسه يقول لك ما هو أسباب ذبول، لا السؤال الثاني ما هو أسباب ذبول ثمرة الكوسة. أسباب ذبول ثمرة الكوسة لها عدة أسباب، لكن أبرزها زيادة الري أو قلة أشعة الشمس. يعني كثير من الناس تقع عنده الشمس قليل ومع ذلك يسوي ري زيادة، فلذلك يجب المحافظة على الري، ويجب أنه يأخذ الكوسة تأخذ أشعة الشمس الكافية. إذا ما أخذت الشمس الكافية راح يصير عندك نوع ذبول وتوقف لنمو الثمار، فلذلك أحرص على أشعة الشمس تكون كثيفة وكذلك الري يكون قليل جدا. السؤال اللي بعده يقول لك عندي حوش أبي أغطيه بروكلين أخضر نسبته 80% وبركب مكيف صحراوي، هل ينفع؟ لا لا ينفع. إذا أنت عندك مثلا بالحوش مثلا 6x6 وحطيت عليه روكلين دار مدار فوق كذا وحطيت داخله صحراوي، إذا جاء فترة الشتاء لن يصمد نباتاتك، إذا جاء فترة الصيف لن يصمد، إذا جاء الهواء والرياح لن يصمد نباتاتك كلها، راح يتأثر وراح يتأثر نباتك ولا راح يصير عندك نمو سليم. وكذلك إذا جت الأمطار، ودخلت على المحمية كلها بتنزل داخل الأنظمة، سواء الدشبكات أو سواء الأنابيب أو سواء الجدارية، بعدين خلاص إذا دخل الماء داخل الأنظمة خلاص خرب الأنظمة كلها، خلاص صار عندك سبب تعفن كثير في الجذور. السؤال اللي بعده يقولك الكوسة والفلفل كيف صاروا بهذا الطول والارتفاع، أم أنها أصناف خاصة؟ لا حبيبي، هو مجرد ما أنت تحافظ على نسبة على الري السليم وعلى الرش الحشري والفطري وتسوي لهم دعمات وسوي لهم لف للأسلاك، تلف على الساق كذا تلف عليه حتى أنك توصله إلى أعلى المحمية بهذه الطريقة. يعني شوف الآن كله مربط عندي رسيدة، شوف مربط كله، فراح يعيش عندك سنة كاملة. خاصة طيب يا أبو صالح، ممكن بعض الناس يقول يا أبو صالح حين نسوينا كل هذا مع ذلك لم يصمد إلى هذه الفترة، ما هو السر؟ السر طول عمرك اللي هو تقريبا 80% هو الري. مجرد ما تضبط أنت عندك الري راح يضبط كل شيء عندك بالنبات، لكن لو زاد الري لن يتعدى ولن يستقيم ولن يصل عمره 4 شهور 5 شهور إلا صار عنده ذبول وموت لهذا النبات. فأفضل شيء أنك تضبط الري عنده. طيب كم الري عندك أبو صالح؟ الري عندي طبعا يوميا ري واحدة فقط لمدة 3 أيام 4 أيام. طيب كلنا حنا 3 أيام 4 أيام؟ لا، أنا كيف أعرف؟ وأنا شغل النظام زين وانتظره أشوف الراجع كم، إذا كان راجع دقيقتين خليه 3 دقائق 4 دقائق ما عندي مشكلة، بس أهم شيء أنه يرجع الراجع، أضمن أنه كل الدشبكة حتى آخر واحد جاه الماء، هذا أفضل شيء. وبعدين هذه طريقته. السؤال اللي بعد يقول هل تستخدم الرش الورقي؟ لا استخدم الرش الورقي، لسنة ونص لم استخدم الرش الورقي إلا مرتين لأكل يوم تجربة فقط، أجرب على الكوسة والخيار فقط.
هل يصلح إضافة السماد العضوي؟ لا، لا يصلح إضافة السماد العضوي على الزراعة المائية أو المحليلة. كيف تنظيف الأنظمة الآن؟ تنظيف الأنظمة الآن نقص الشتلات ونطلع الدسبكت، نطلعه برا خارج المحمية، ونطلعه ونخرج الوسط الزراعي، نخرجه ونكبه فوق البلاط لمدة كم يوم بس ينشف، بعدين ناخذ الكويس التربة الكويسة والوسط الزراعي الكويس اللي هو البرلايت، والبقية على طول مع الجذور نرميها. طبعا في حاجة بقولكم يا أذكرها لكم للفائدة، طبعا أنا ذاكرها في طريقة إضافة الوسط الزراعي في كيس لازم يضاف. أنتم تعرفون، الجميع يعرف أنه الدسبكة من الداخل في كوع، لازم تركب هذا الكيس فوق داخله وتربطه بالحبل هذا، وبعدين تحط فوقه حجر بركاني بحيث أنه ما يطلع برا أي شيء. وفي ماسورة الراجع، ماسورة الراجع اللي هذه ماسورة الراجع، من الماسورة الراجع تحط فيها الكيس برضو، هذا يحمي لك خروج البرلايت إلى الخزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.